السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني المبدعين، كيف حالكم يا ثاني؟ بتمنى تكونوا بخير وسلامة. حبايبي، تحدثنا بالحصص السابقة عن كيف ينشأ الصوت، وتعرفنا بأن الصوت يصدر من اهتزاز الجسم، يعني أي جسم يتعرض إلى اهتزاز فإنه يصدر إيش؟ صوتا. وتعرفنا بأن الاهتزاز هو حركة الجسم ذهابا وإيابا. وتعرفنا يا ثاني بأن تعرفنا على المواد اللي ينتقل الصوت من خلالها. تعرفنا بأن الصوت ينتقل من خلال المواد الصلبة والمواد السائلة. وتعرفنا أنه أيضا ينتقل الصوت من خلال الهواء. وتعرفنا بالحصة السابقة يا ثاني بأن الأصوات تختلف حسب مصدرها. تتذكروا لما سمعنا مجموعة أصوات، مجموعة بعض الأشياء، وتعرفنا كيف عرفناها من غير ما بنشوفها يا ثاني؟ عرفناها لأنه مصدرها بيختلف. يعني لما إحنا سمعنا صوت الأذان بيختلف عن صوت الديك، لما سمعنا صوت الديك بيختلف عن صوت المنبه، ولما سمعنا صوت المنبه بيختلف عن صوت الحصان. فالإش اللي بيصدر المصدر، يعني الإش اللي بيصدر منه الصوت، اللي بيطلع منه الصوت بيختلف. لذلك الأصوات تختلف في نوعها. ودرسنا اليوم يا تاني الصوت المرتفع والصوت المنخفض، وهلأ من خلال درسنا اليوم يا تاني رح نتعرف على الصوت المرتفع والصوت المنخفض، ورح نتعرف ونستنتج إيش هو سبب حدوث الصوت المرتفع والصوت المنخفض، ورح نأخذ أمثلة يا ثاني على الصوت المرتفع وعلى الصوت المنخفض. وهلأ خلينا نشاهد هذا الفيديو مع بعض يا ثاني. جيدا، لهذه الأصوات ركزوا جيدا وفكروا جيدا قبل الإجابة. هلأ يا تاني سمعنا قبل شوي على صوت، وهو صوت الدراجة الهوائية. هذه هي الدراجة الهوائية، والصوت اللي سمعناه قبل شوي هو صوت الدراجة الهوائية. هيا نكمل. هلأ يا تاني وهلأ سمعنا الصوت اللي هو صوت الدراجة النارية. هذه هي الدراجة الهوائية، وهذه هي الدراجة النارية. وهلأ يا تاني بدي أسألكم سؤال، لما إحنا سمعنا صوت الدراجة الهوائية وسمعنا صوت الدراجة النارية، ما هي الدراجة التي كان صوتها أعلى؟ يا تاني ممتازين، الدراجة النارية هي الدراجة التي كان صوتها أعلى. وما هي الدراجة التي كان صوتها منخفض يا ثاني؟ ممتازين، إنها دراجة الهوائية كان صوتها منخفض. وهلأ يا ثاني بدنا نستنتج من هاد الأصوات اللي سمعناها هلأ. لماذا يكون الصوت مرتفع أحياناً ومنخفض أحياناً أخرى؟ هلأ يا تاني عشان نعرف ليش الصوت كان بالدراجة الهواء النارية مرتفع وكان بالدراجة الهوائية منخفض. حتى نعرف هذا السبب خلينا نقوم بهذه التجربة مع بعض. وهلأ يا تاني
حتى نعرف لماذا يكون الصوت مرتفعاً أحياناً ومنخفضاً أحياناً أخرى. بدنا نعمل تجربياتان مع بعض وبدنا نعرف ماذا نحتاج أدوات في هذه التجربة. أولاً كأساً أو وعاءً، ورق تغليف بلاستيكي، وشريط مطاطي، وحبوب. هيا نبدأ بالخطوات يا تاني. إذن الخطوة الأولى يا تاني، هلأ نبلش بالتجربة. يا ريت يا تاني إذا عندكم الأدوات بنعملها بالبيت. وهلأ يا تاني خلينا نبلش بالتجربة مع بعض. عنا هون وعاء فارغ، وعنا بلاستيك غلاف بلاستيكي، وعنا أرز، وعنا هون مطاط. وبدنا إيش نعمل؟ أولاً يا ثاني نضع الغلاف البلاستيكي على الوعاء ونثبته بالمطاط، وبعدها نضع الأرز على سطح الوعاء. الخطوة الأولى يا ثاني بدنا نضع إصبعنا ونضرب بهذه الطريقة لكن بلطف. هل تسمع صوتاً؟ بدنا نشوف هل نسمع صوتاً يا ثاني؟ نعم نسمع صوتاً، أحسنتم. وهلأ بدي أطرق يا تاني بقوة وبشوف أنا بسمع صوتا ولا لا. طرق عليه بقوة ولكن بحذر. هل أسمع صوتا يا تاني؟ أحسنتم، نعم أسمع صوتا. وهلأ يا تاني نستنتج بعدما قمنا بالتجربة وبعد ما شاهدنا الفيديو بأن الدراجة الهوائية والدراجة النارية، الدراجة النارية تصدر صوت عالي لأنها نتجت عن اهتزازات كبيرة، والدراجة النارية صوتها منخفض لأنها نتجت عن اهتزازات صغيرة. وأيضا عندما قمنا بالتجربة عندما طرقنا الوعاء بطرقا خفيفا بإصبعنا نتج لأنها كان الصوت منخفض لأنه نتج عن اهتزازات صغيرة، ولما طرقنا بإصبعنا يا تاني طرقا قويا نتج صوت عالي لأنه نتج عن اهتزازات كبيرة. ونستنتج من ذلك يا تاني بأن الصوت المرتفع ينتج عن اهتزازات كبيرة، وأيضا الصوت المنخفض ينتج عن اهتزازات صغيرة. يعني يا تاني تتذكروا لما إحنا بالطبل كنا بنطرق بقوة؟ لأن الطبل تعرض لاهتزاز كبير كان صوته مرتفع، ولما أنا بطرق بطرقا قليل أو بينتج عندي صوت منخفض لأن الاهتزازات صغيرة. وهلأ خلينا نبدأ بدرسنا يا تاني، الصوت المرتفع والصوت المنخفض. من خلال الفيديو اللي شاهدناه قبل قليل يا ثاني شاهدنا سمعنا صوت الدراجة الهوائية وسمعنا صوت الدراجة النارية، وتعرفنا أي صوت كان عال يا ثاني، هل الصوت الدراجة الهوائية أم الدراجة النارية؟ ممتازين، الدراجة النارية هي الدراجة التي كان صوتها مرتفع وعالي. خلينا نحط دائرة على الدراجة النارية. هلأ لماذا يا ثاني كان صوت الدراجة النارية أعلى من صوت الدراجة النارية كان أعلى من صوت الدراجة الهوائية؟ حتى نجيب عن هذا السؤال خلينا نبدأ بهذه التجربة. أحتاج إلى مسطرة وكأس وورق تغليف بلاستيكي أو كيس نايلون ومطاطة وحبات أرز. هاي التجربة إحنا قمنا فيها قبل قليل وشاهدناها في الفيديو. والخطوات: أعمل غشاء بتثبيت ورق التغليف أو الكيس على فوهة الكأس كما عملنا قبل قليل يا ثاني، كما نشاهد في هذه الصورة وشاهدناها بالفيديو قبل قليل، بأنه أنا عندي هنا وعاء أضع أولا ورق التغليف أو الكيس على الكأس. يا ريت يا ثاني نقوم بهذه التجربة في البيت إذا متواجدة عندي الأدوات. بعدها أثبتها بمطاط، هذا هو المطاط يا ثاني، أثبت الوعاء حتى يثبت الكيس على الوعاء بهذه الطريقة. بعدها أضع حبات الأرز، بحط حبات الأرز فوق الغشاء كما في الشكل وأطرق طرقا خفيفا كما يعمل هذا الطفل، بأنه
يطرق بإصبعه طرقا خفيفا. هل أسمع صوتا يا ثاني عندما طرق طرقا خفيفا؟ هل تتذكرون الفيديو قبل قليل؟ نعم أحسنتم، أضع هنا نعم وأسجل صفته في الجدول. ثلاث، بحذر يا ثاني أطرق طرقا قويا على الغشاء، يعني يا ثاني بدي أطرق بس بطرق أقوى من قبل قليل. هل أسمع صوتا؟ نعم أسمع صوتا، أحسنتم يا ثاني. في أي الحالتين كان الصوت مرتفعا؟ في أي الحالتين كان الاهتزاز أكبر؟ هلأ يا تاني عنا إحنا جدول بدنا نسجل هاي التسجيل، الحالة النتيجة اللي طلعت معي من التجربة بدي أسجلها في هذا المربع. ما الذي كان اهتزازاته أكبر؟ أحسنتم الصوت المرتفع. ومن الذي كان اهتزازاته صغيرة؟ الصوت المنخفض. إنها صوتها مرتفع، وهذا الصوت المرتفع قد يؤذي حاسة السمع. إذن بعمل سطر هون يا ثاني، بكتب في خط مرتب وإملاء صحيحة، بكتب يضع الرجل في الصورة واقيات على أذنيه لأن صوت الآلة مرتفع جدا ويؤذي حاسة السمع. ويعطيكم ألف عافية، وهيك قد أكملنا درس الصوت المرتفع والصوت المنخفض. وهلأ يا تاني خلينا نحل السؤال الموجود في الكتاب صفحة رقم 45. في أي الحالتين يصدر الباب صوتا مرتفعا؟ عند إغلاقه برفق أم عند إغلاقه بقوة؟ وفسر ذلك، يعني يا تاني هلأ بدنا نسكر الباب برفق ونسكر الباب بقوة وبنسمع الصوت، ليش كان عالي الصوت وليش كان منخفض؟ خلينا نسمع مع بعض. استمع إلى صوت إغلاق الباب برفق. لنستمع إلى صوت إغلاق الباب بقوة. وهلأ يا تاني بعد ما سمعنا صوت الباب برفق، لما إحنا سكرنا الباب برفق كيف كان الصوت؟ وهلأ يا تاني خلينا نحل السؤال الموجود في الكتاب في صفحة رقم 45. في أي الحالتين يصدر الباب صوتا مرتفعا؟ عند إغلاقه برفق أم عند إغلاقه بقوة؟ أفسر ذلك. هلأ يا تاني بدنا نسمع صوت الباب لما أنا بسكره برفق ولما أنا بسكره بقوة. وهلأ يا تاني لما إحنا أغلقنا الباب بقوة كان الصوت عالي، لماذا؟ لأنه عند إغلاق الباب بقوة فإنه يصدر صوتا عالي لأنه يصدر اهتزازات كبيرة. يا ريت يا تاني بنسطر ونكتب الجواب بهذه الطريقة، بيكون الخط مرتب والإملاء صحيحة. بكتب الجواب لأنه عند إغلاق الباب بقوة فإنه يصدر صوتا عالي لأنه يصدر اهتزازات كبيرة. وهلأ ننتقل على لنفكر معا. لماذا يضع الرجل في الصورة واقيات على أذنيه؟ كما نشاهد يا ثاني هذا الرجل يضع واقيات على أذنيه لأنه يستخدم يا ثاني هذه الآلة، والآلة هاي بتصدر صوت عالي، وهاي الآلة يا ثاني والصوت العالي يا ثاني هو قد يؤذي حاسة السمع. فلذلك هذا الرجل الذي في الصورة يضع واقية تحمي أذنيه من ماذا؟ من خطر هذا الصوت على أذنيه. وهل يا تاني لماذا يضع الرجل في الصورة واقيات على أذنيه؟ يضع الرجل في الصورة واقيات على أذنيه لأن صوت الآلة مرتفع جدا ويؤذي حاسة السمع. إذا عرفنا يا تاني ليش هذا الرجل يضع واقيات على أذنيه؟ لأنه الآلة اللي بيستخدمها صوتها مرتفع، وهذا الصوت المرتفع قد يؤذي حاسة السمع. إذن بعمل سطر هون يا ثاني، بكتب في خط مرتب وإملاء صحيحة، بكتب يضع الرجل في الصورة واقيات على أذنيه لأن صوت الآلة مرتفع جدا ويؤذي حاسة السمع. ويعطيكم ألف عافية، وهيك قد أكملنا درس الصوت المرتفع والصوت المنخفض.